قامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط تشكيل عصابي مكون من مدير إدارة الحركة بجمرك العين السخنة ومأموري الحركة بذات الجمرك والجمرك وأحد العاملين بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات حال تسلمهم مبلغ 100,000 جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة استيراد وتصدير ومستخلصين جمركيين مقابل السماح بدخول بضائع محظور دخولها البلاد. وبالعرض على نيابة السويس أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.